محدش هيدي حد حاجة، محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة. شوفوا، شكرا جزيلا. لكن انا بقول لكم، اذا كتير من الناس يعني الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل، ويجي يقول لك ان شاء الله ربنا حسب، لكن يا ترى في يقين حقيقي على الله بان الامر كله لله، وان ما حدش بياخد اكتر من نصيبه وبيقبل نصيبه، ولا يقاتل عليه؟ يقاتل من اجل بلده، لكن نصيبه ده بتاع ربنا. وانا بقولها لكم من قبل ما نبدا الكلام خالص، عشان دي دوله وكان مشكلتها في السنين اللي فاتت ان هم هزوا ثقه الناس فينا، مش فيا انا، في نفسهم. الناس ما كانتش مصدقه ان ممكن نعمل طريق او كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير كتير. ايه يا راجل، ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمصابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش، يقول لك أنت بتقول إيه يا عم؟ هما بقى مسكين الكلام ده، اسمعوا لو سمحتم، اديني فرصة أقول الكلمتين عشان لسه برنامج طويل قوي.